الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الله 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 قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الله 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 يغشي الليل النهار يطلبه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية
إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت عليك يا مولانا كذلك نخرج